كان تغطية من قبل علي سالم، عادت لمصلحة ظفار، محاولة للأمام لظفار، لو سمبيكاي تبدو أخطر، الغاني خطيرة، جول يبدأ الغاني، نعم، ويسجل للزعيم في توقيت مبكر، يفتتح النتيجة لمصلحة ظفار، هدف الأسبقية من لوسون بيكاي لمصلحة الزعيم الذي يبحث عن تصحيح المسار في هذا المساء. هدف أول يسعد جماهير ظفار المتواجدة. نعم، كرة قوية من لوسون، لاحظ الأمامية من قبل معتز إلى لوسون، الأولى الثانية، هوبا، في شباك مهند، في شباك مهند، صعب على الزعابي، صاروخية قوية من لوسون بيكاي يفتتح من خلالها القمة بهدف ظفراوي أول. الزعيم يتقدم في توقيت مبكر، في توقيت مبكر، الغاني لوسون بيكاي قوية في الشباك الفنجاوية، يحتفل كيفما يشاء ويسجل هدف في الأسبقية المفروض عليه من قبل أحمد سليم. الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول انتهى في انتظار الوقت البديل. كرة عن طريق سعد السيل، العرضية من سعد السيل إلى عبد الرحمن، كرة في المرمى، جول، التعادل للملك الفنجاوي مع نهاية شوط المباراة الأول. يعود فنجاوي ويسجل التعادل بقدم محمد تقي، الملك الفنجاوي يرفض السقوط مجددا ويسجل التعادل في هذه اللحظات. لكن عرضية مثالية من سعد السيل الذي اشتاق لمكانه، حن لموقعه إلى عبد الرحمن، هل كان في موقف التسلل هنا؟ مرت من عبد الرحمن الغساني، والمتابعة بعد ذلك من تقي الذي أسكن الكرة الماضية في شباك رياض سبيت. عاد فنجا وأدرك التعادل في هذه اللحظات، هدف مقابل هدف، هدف مقابل هدف. كرة من عبد الرحمن والمتابعة من محمد تقي، هل كان يقف محمد تقي في موقف التسلل؟ لكن حكم اللقاء طبعا المساعد الأول محمد الغافري بكل تأكيد والأقرب لي عند معتصم الشبلي. 62 دقيقة على أحداث هذا اللقاء، كرة عند معتصم الشبلي، الملك الفنجاوي، خطيرة، جول، من يتجرأ ينتصر؟ من يتجرأ ينتصر؟ الملك الفنجاوي يريد العودة من الباب الكبير، من أمام الزعيم يسجل الهدف الثاني، مبايو جونيور، رأسية وكرة في شباك الزعيم، وذلك المشجع الفنجاوي يحتفل. لاحظ الكرة من معتصم على رأسية مبايو جونيور في شباك رياض، في شباك رياض، يسجل الملك الفنجاوي الهدف الثاني. نعم، يريدون العودة من الباب الكبير، يريدون الانتصار من أمام الزعيم، الهدف الثاني يسجل في هذه اللحظات برأسية مبايو جونيور. هدفين مقابل هدف، هدفين مقابل هدف، يقلب الطاولة نادي فنجا بعد أن كان خطأ على شوقي في الكرة الماضية. تعود حاتم، الكرة لمصلحة ظفار تبدو أخطر، لاوسن خطير، بيكاي، جول، مرة أخرى يظهر الغاني لاوسن بيكاي ويعيد ظفار إلى أجواء اللقاء، يسجل التعادل الزعيم بقدم لاوسون بيكاي، الغاني يصيب شباك مهند للمرة الثانية ويصنع الفرحة في مدرجات الزعيم.
هدفين مقابل هدفين، هدفين مقابل هدفين. لاوسون بيكاي يعرف طريق الشباك، يعرف الطريق المؤدية إلى شباك مهند. لاحظ تقدم لاوسون بهدوء، وضع الكرة الماضية بحرفنة، نعم تسكن شباك مهند ويسجل التعادل. الله على كرة لاوسون بيكاي، يعانق شباك فنجا للمرة الثانية في هذا اللقاء ويعيد المباراة مرة أخرى إلى نقطة الانطلاق. هدفين مقابل هدفين، ننتظر. ممتاز علي سالم في افتكاك الكرة الماضية، كرة للأمام خليل نصيب، لكن ممنوع المرور أمام بويو جونيور. سعد السيل خطيرة، جول! فعلها الزعيم في الوقت القاتل لاوسون بيكاي في مباراة العمر لهذا المهاجم الغاني. هدف ظفراوي ثالث يسجل الزعيم، مساء الزعامة يا زعيم. لاوسون بيكاي يقتنص الكرة الماضية من سعد السهيل، سعد السهيل وغلطة العمر. سعد السهيل بعد أن قدم مباراة كبيرة يرتكب خطأ فادح في الكرة الماضية. لاوسون يشعل المدرج الأحمر، ظفار يسجل في الوقت القاتل الهدف الثالث للزعيم. لاحظ الكرة كانت ميتة، لكن هنا سعد السهيل ماذا يفعل؟ خليل افتكها ولاوسون سجلها. لاوسون بيكاي الثالث وضعها بقوة، وضعها وسجل الثالث لظفار الزعيم. هدف ثالث بثلاث نقاط غالية سترفع رصيده إلى النقطة الثامنة. غلطة فادحة من سعد السهيل، وهدف نعم يسجل بقدم لاوسون بيكاي، الهاتريك الأول في بطولة دوري.